السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين الصيانة عندنا بلشت تتأزم. هاي الماكينة لشب من الرمثة، لف فيها الأردن زي ما بيحكي لي كلها، وما عرف ما عرفوا لها، لكن هون بإدارة فن التبريد والصيانة الخارجية مدير الصيانة السيد عبد أبو غوش، الله يعطيك العافية. بقول إنه إن شاء الله بيطلع في إيده عليها، وراح إن شاء الله يشتغلها ويزبطها إن شاء الله 100%. مع إنها كثير فيها تقطيع وتوصيل ومش مزبوطة من مرة الماكينة، يعني كل ما أعمل شغلة قاعد سلاكة بتفلت من إيدي، يعني مش مشكلة. الله يكون بعون عليها. هاي الأهل الرمثة مش هيك؟ لأنهم أذكياء جابوها على البدري، لأنه إحنا تأزمت عندنا الصيانة. وهاي كمان ماكينة برضه غلبوهم فيها، مش عارفين يصلحوا لها، يصلحوها لهم. لكن عند عماد ابو غوش نحن نبدا عندما يعجز الاخرون 100%. اسمع تعال شوف.